طيب نروح للعبة تالتة أو رابعة بقى، ماشي؟ يلا بينا. يلا بينا. اللعبة بتاعتنا اسمها مذاكر ولا لأ؟ ويا ويلك لو مش مذاكرة. لا لا أنا بقول لك بس. هذاكر لحد دلوقتي أنت شاطرة. شكلها كده. مين غنى أغنية الحلوة دي؟ الحلوة دي قامت تعجب. سيد درويش. وكمان مين بقى خدها بعدها؟ بس هي فيروز اتشهرت بيها أكتر. برافو. صح. سؤال كتبها وملحنها. طب مين غنى حبيبي يا أنا؟ اللي هي اسمها ايه؟ ميادة الحلماوي. لا طبعا الفنانة الكبيرة ميادة الحلماوي. طبعا طبعا. برافو. استاذة بتلخبط لانه اسم صعب. شاطرة خالص. خلينا بقى في الدراسة. نشوف بقى انت شاطرة ولا مش شاطرة. ربنا يستر. ايوه. قولي بقى اكتر مادة بتحبيها ايه؟ اللي هو مثلا في ايه؟ بتبصي للساعه كده مش ولا ماده؟ بفكر كده انا ماشي. قولي لي ايه اللي بكرهه يعني؟ طب ايه اكتر ماده بتحبيها برضه؟ ما هي اكتر ماده بتحبها العربي طبعا لان هو يعني لغه بلدنا سيدي. طب في ماده يعني مش هنقول بتكرهيها بس اللي هو صعبه قوي يعني. صعبه قوي. ساينس اللي هو العلوم كده. طيب وانت رايحه المدرسه يعني في ناس وفي بنوتات صغننين قمر كده زيك وهم رايحين المدرسه بيبقوا حابين حاجه في المدرسه فايه اكتر حاجه بتحبيها في المدرسه؟ المدرسه. المدرسه. اكيد جرس الفسحه. اكيد انا بقول مش هقول صحابك اللي بتلعبي معاهم في المدرسه. لا أكيد. طبعا بحب ميس نجلاء جدا وبحب مستر الماس مستر يسري ومستر ميلاد بحبهم كلهم بس يعني لما افتكر بحبهم كلهم وكده وبحب اصحابي جدا نورين ومنى كلهم يعني بتحييهم طبعا كلهم دلوقتي. في اكتر حاجه طب مش بتحبيها في المدرسه مش عايزه اروح المدرسه عشان حاجه غير الصحيان بدري اكيد مش بتحبيه صحيان بدري بس والله انا جاوبت عليه يعني بالذات لما بتبقى الدنيا بقى اللي هو ساقعه قوي وانا هطلع في الساقعه وكده تكون متدفيه تحت البطانيه ولما اكون في الصيف واكون عندي اجازه ما عنديش اي حاجه بقول يا ريت المدرسه ترجع ولما المدرسه ترجع اقول يا ريت المدرسه تروح يعني العكس العكس شكلك كده يعني بتحبي المذاكره قوي صح؟ مش قوي يعني مش زي يعني. اي طالب زي اي طالب مين بقى بيساعدك في المذاكره في البيت وكده؟ دايما ماما بتقعد جنبي وتقول لي يلا نذاكر او كده يعني حلو قوي. طب انت لو بتعملي حاجه حلوه كده مثلا نجحتي جبتي درجات حلوه ايه المكافاه بتاعتك؟ بتطلبي على مزاجك كده ولا هم بيفاجئوكي؟ يعني فلوس. بتطلب على طول فلوس. ايوه انا اجيب اللي انا عايزاه بفلوس لكن اقول لهم عايزه كده لا. حق ناشف يا جماعه انا اجيب دي بتشتغل بالحق الناشف على طول. طيب احنا معانا كمان لعبه رابعه. ايوه. اسمها ايه بقى يا ست اشرقت؟ اسمها فين وامتى؟ عندنا مجموعه صور هنعرضها دلوقتي ومشاهدينا الكرام برضه هيشاركونا فيها. حلو. وانت تقولي لنا بقى. وانت تقولي لنا شكلها صور ايه بقى؟ منك انت فين بالظبط في الصوره دي؟ لا ماشي يلا. زمايلنا طبعا يعرضوا لنا الصور معانا؟ اكيد معانا. وتقولي لنا بقى الصور دي فين؟ يلا بينا. يا خلاص. طب هي دي طب اقول لها ايه يعني كنت فين طيب؟ هي اكيد مش فاكره. ايه الصوره دي؟ دي ما كنتش فاكره كنت في البيت. اكيد يعني كنت صغنونه جدا. ماشي الصوره الثانيه. في ايه ده ايه ده ايه ده؟ لا وجايبني وانا باكل وبيصوروني بس في ثقة وانت بتاكلي عادي يعني طبعا لا قوم كده اهو ماشي الصورة التالتة ده انا بقى كنت مش عارفة كنت فين بقى؟ بتحب الحيوانات اصلا؟ لا بخاف قوي ده هم بيصوروني وانا اقول لهم بيتحرك ولا وكده ايه لا بس انت هنا انت كنت جريئة جدا هو قاعدة عادي لا انا قلت لهم شكولي يلاقيهم عاضين كده قال لي لا مش هيلاقيش طب كان امتى الصورة دي فاكرة؟ كم شهر تقريبا كم شهر ده قريبة مش قريبة قوي يعني من سنة الا الا من سنة او من شهور في الكورونا اهو موجود او قبلها ربنا الصورة اللي بعدها مش فاكرة حاجة خالص على البيانو دي من سنتين من سنتين لما كنت مع اصحابي في ذا فويس ما شاء الله سنتين لبنان اللي بعدها ماشي اللي بعدها لبنان الله ده كنت في البيت وبصور اغاني انا واخواتي فماما قالت لي تعالى نتصور كده نصوركم حلو قوي ماشي بس الصوره مهزوزه يعني دي كنت في سيوه وعندي بقى ايه برد رهيب قوي عندك برد يعني فما كنتش حاسه باي حاجه في الرحله بصراحه بس كانت حلوه قوي ونفسي اروحها الشتاء الجاي حلو جدا اللي هو الشتاء ده يعني ان شاء الله اروحها